جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، امرأة منذ أن بلغت وهي تصوم أيام الحيض لا تعرف حكم الحيض، أو لا تصوم أو لا تعيد أيام الحيض، على أي حال سواء صامت زمن الحيض أو لم تصم زمن الحيض عليها إعادة تلك الأيام التي أفطرتها. فإذا كانت حيضتها أسبوع مثلا في 30 سنة لم تقضي هذه الأيام، فعليها قضاء ما عليها ولو على أوقات متباعدة. فما دامت قوية وجلدة تتحمل الصيام صامت وعلى الوجه المتيسر لها، لأن إفطار أيام الحيض لا يجوز معه الإطعام، يعني لا يجوز للمرأة أن تقول أنا أطعم مسكينا ما كان كل يوم من أفطرته من أيام الحيض، لا يجوز ذلك. لا بد من الإعادة ما دام تطيق الإعادة، أما إن كانت طانت في السن جدا وعجزت تماما عن الصيام فيمكن حينئذ أن يقال بأنها تطعم مع أنه ليس عندنا نص، أو إذا ماتت على هذا يصوم عنها أولياؤها، والله أعلم.